موضوع كان ميتابوليك التريشن امبروف هارت فيلير، لان احنا المشكله عندنا في الهارت فيلير الديفينيشن بتاعه غريب. عامل بالظبط زي الفيل وعنده 6 عميان. لو حد مسك الزلومه يقول عليها وصف الفيل لانها موجوده فيها. لو حد مسك الديل يوصف الفيل كانه الديل. لو حد مسك الرجل يوصفه. الهارت فيلير ديفينيشن بتاعه فيري ديفيكلت. كومبلكس كلينيكال سيندروم ذات كان ريزلت فروم اني ستراكشر اور فانكشن كارديك سولر ذات امبير ذا ابيليتي اوف ذا فنتريكل تو فيل اور تو ايجكت بلاد. الباثوجينيز انكلودينج اكتيفيشن ذا نيورو هرمونال باثوي، لكن ده قعدنا فتره نتكلم على نيورو هرمونال. لكن ريسنتلي او من فتره مش ريسنتلي يعني قريبه، في التريشن ان ذا ميتابوليك باثوي ذات ريزلت ان ذا ديكريز انرجي برودكشن وان انرجي ترانسفير اند انرجي يوتيلايزيشن. لان احنا ما بناخدش بالنا ان الهارت ده بياخد سبستريت ويحولها لباور زي ما بدي بنزين وبعدين الموتور ده بيحول لحركه موجوده فيها. الكرنت تريتمنت اللي احنا متعودين عليه في الهارت فيلير لما يكون دايريتكس ديجوكسين اند انوتروبكس، ده بيحسن الهيمودينامكس او ان احنا ندي اس انهيبيتور واي تي بي ريسبتور انتاجونست، وده تارجت للنيورو هرمونال اكتيفيشن. ومع ذلك احنا بنلاقي ان الانستنس بتاع الهارت فيلير انكسبتبلي هاي. فاذا كنت انا في عندي نيو مودلز اوف تريتمنت ومع ذلك الانستنس بتاعه بيزيد، يبقى في انذر سيكريت موجوده فيها، وهو ان في نيو تريتمنت ذات ورك اندبندنتلي ميكانيزم اوريدي تارجت اللي هو بيحسن الاستراكشر او الفانكشن بتاع الهارت. الكومبلكسيتي اوف ذا هيمودينامكس والكورونري فلو والكارديك ستراكشر اوبسيور ذا سمبل فاكت. ايه السمبل فاكت ده؟ ان الهارت ده عباره عن كونفرتر للانرجي. اذا لو انا ما اديتلوش انرجي يبقى الهارت بتاعه ايفن لو كان كارديك ماسل نورمال ممكن يحصل فيها فيلير في الكونتكتيفيتي. النورمال هارت ان اومنيفور. اومنيفور يعني بياكل اي حاجه. تدي له فاتي اسيد ما فيش مشاكل، جلوكوز، لاكتون، لاكتيز، كيتونز، امينو اسيدز. ذا ريت اوف ميتابوليزم الونج ذيس ديفرنت باس واي از ديترمند باي طبعا السبستريت اللي هو بيجي لها، ارتيريال سبستريتس، الهرمونز، الكورونري فلو، النوتروبيك ستيتس اند النيوتريشن. اذا الكونفرشن بتاع الانرجي ديت محتاجه سبستريتس موجوده فيها، واحنا ده اللي هنوضحه في الاداء اللي جاي ان شاء الله. ذا نورمال هارت 95% تي بي فورميشن كامز فروم اكسيديشن فورميشن في الميتوكوندريا. يبقى الاستراكشر المهم جدا جدا عندي انا هو الميتوكوندريا. 69% من الفيول بتاع الهارت بتيجي من الفاتي اسيد و 10-40% من الكربوهيدرات. يبقى المين فيول في النورمال بتاع الهارت هو الفاتي اسيد. طيب لو احنا دلوقتي جبنا كومباريزون حد قد ايه اكسجين عشان يطلع لي اي تي بي والريشيو بتاعته قد ايه في السبستريتس. خلينا نتكلم على السبستريتس، هدي لها قد ايه اكسجين هتطلع لي اي تي بي قد ايه والريشيو ما بينهم قد ايه. نمسك في الاول جلوكوز، لو اديت 12 اكسجين يديني 36 اي تي بي، يبقى الاي تي بي على الاكسجين يبقى 3. لكن البالميتيت اللي هو فاتي اسيد لازم ادي له 50 اكسجين عشان يديني 129 اي تي بي، يبقى الريشيو بتاعتي 2.6. ده معناه ان السبستريت بتاع الهارت لو كان جلوكوز محتاج اكسجين قليل وهيديني انرجي اكتر. يبقى اي ديتيريوريشن في كاردياك ماسل يبقى انا عايز اعمل شيفت الايه؟ الميتابوليزم بتاع الهارت من فاتي اسيد الى جلوكوز. In the healthy heart, the rate of oxidation phosphorylation is extremely linked to the rate of ATP hydrolysis. لانها مكنه بعمل هو ما فيش ريزرفوار، انا بديله طاقه بديله طاقه بحولها لميكانيكال انرجي. طيب ايه اللي بقى بيحصل في الميتابوليك التريشن في الهارت فيلينج؟ اول حاجه بيحصل في التريشن ان ذا هاي انرجي فوسفيت ميتابوليزم. نمره 2 الميتوكوندريا يحصل فيها ديسفانكشن وهي على كذا مستوى. نمره 3 شيفت كاردياك سبستريت يوتيلايزيشن زي ما قلنا ان هو مش هيستخدم الفاتي اسيد. نمره 4 بيحصل فيه انسول ريزيستنس، واظن يعني الاساتذه بتوعنا افاضوا ازاي يحصل فيه انسول ريزيستنس. نمسك اول حاجه التريشن ان ذا هاي انرجي فوسفيت ميتابوليزم. There is a decrease في الـ ATP يعني ان ازود الـ ATP، وبعدين لما يبقى الـ ATP قليله يبقى الكونتراكشن يقل، ولما الكونتراكشن يقل العيان يدخل فيه سيستوليك هارت فيلير. لو الميتابوليزم بتاعي اتاثر على ريلاكسيشن العيان يدخل فيه عندي في دايستوليك هارت فيلير. لكن الهارت فيلير امبيرد ذا كاباسيتي فور ذا كرياتين كاينيز سيستم تو ترانسفير ميتوكوندريال اي تي بي تو ذا ماي فايبر. كمان مش بس السبستريت، ده الكونتراكتايل بارت بتاع الهارت بدا يضعف.
يبقى لما يكون في عندي alteration في الهاي انرجي فوسفيت ده بيديني الباور بتاع الهارت بتقل والنيوتريشن بتاع السيلز كمان بتعمل كونتراكشن بتقل. الميتوكوندريال فانكشن بتتم على جزئين، اول جزء هو المورفولوجيكال ابنورماليتيز، نمره 2 ستراكشر فانكشن ابنورماليتيز. المورفولوجيكال ابنورماليتيز الميتوكوندريال تبقى اصغر والستراكشر انتجريتي بتاعتها تبقى اقل. الفانكشن ابنورماليتيز بتاع الميتوكوندريا ديكريز اكتيفيتي بتاع ريسبيراتوري انزيمز كريب سايكل، ده معناه ان مش هيطلع لي اكسجين كتير، معناه حتى لو كان معايا جلوكوز مش هيبقى فيه في 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 يوتيلايزيشن. ميكانيزم بليميت الاكسجين انكريز النيتريك اوكسايد، الاكسجين سبيشيز تبدا تزيد وده بتعمل دامج للميتوكوندريا. يبقى اي حاجه يحصل فيها ابنورماليتي في الهارت هتنعكس على الميتوكوندريا وتقلل ريسبيراتوري انزيمز، تقلل الاي تي بي. طيب ده الهارت بيقعد فاضي بشفت الميتابوليزم بتاعه من الفات للانكريز الجلايكوليسيس بالريتس اللي احنا موجودين فيها دي، لانها كلها ستيبس متحمل على بعضها. طيب ايه اللي بيحصل انسولين ريزيستنس بقى ليه في الهارت فيلير؟ بيحصل انسولين ريزيستنس الميكانيزم كالاتي. في الهارت فيلير بزود السمباثيك نيرفس سيستم، يزود لي السمباثيك نيرفس سيستم، يزود النور ابينفرين، يعمل فازو كونستريكشن، يقلل الجلوكوز ديسبوزل، يزود البلاد جلوكوز اللي يخلي اكسهوست البيتا سيلز وفي الاخر يوصل لعين الدايبيتكس. في الاذر هاند النور ابينفرين يزود الليبيد ميتابوليزم من الليبوليسيز، يزود الفري فاتي اسيد، اكسهوست البيتا سيلز ابوبتوزس، في الاخر يوصل دايبيتكس. اذا العيان عنده هارت فيلير ده باي انفرنس عرضه انه يجي له دايبيتكس ميليتس. عشان كده احنا في بعض الادويه بنعملها له علشان تمنع الانستنس اوف دايابيتس ميليتس. كلاس اوف ذا دراج ويتش تارجت ميتابوليك التريشن، اول حاجه النيورو هرمونال انتاجونست زي الاس ان هيبيتورز والبيتا بلوكرز. نمره 2 دراج ذات ديكريز الفري فاتي اسيدز. نمره 3 دراج ذات انكريز الجلوكوز ابتيك. يبقى في الحالتين انا بزود الجلوكوز ابتيك واقلل الفري فاتي اسيدز عشان اعمل شيفت الميتابوليزم. نمره 4 الفيوتشر ثيرابيز اللي هو الانكريتين اللي استاذنا الدكتور عباس قاله بالتفصيل. اكسرسايز اند دايتري موديفيكيشن انذر لاين اوف كلاس دراج ويتش تارجت ميتابوليك ديس اوردرز. النيورو هرمونال ثبت بما لا يدعو للشك ان لما استخدم الاي سي انهبيتورز والاي ار بيز بيقللوا الانسنس اوف دايابيتس ميليتس اللي هو اند ستيج بتاع هارت فيلير. اذا use of specific drugs and ARBs and ACE inhibitor is essential في العيان اللي عنده heart failure. النيورو هرمونال بيتا بلوكر في ديبيتس بقى، ندي بيتا بلوكر دي بتعمل انسولين ريزيستنس ولا ما نديش بيتا بلوكر؟ البيتا بلوكر ده مش تارجت واحد، ده فاميلي كبيره فيها منها سبيسيفيك وفيها منها فاز دايليتور وفيها الفا وفيها بيتا. البيتا بلوكر برو انسولين ريزيستنس which was expectation of that was exception of carvedilol. كارفيدولول بيعمل تشينج كبيره جدا. اول حاجه ان كارفيدولول ده بيريديوس الميوكاردال فري فاتي اسيد 60%، ولما يدرس الفاتي اسيدز يبقى ريبليس باي جلوكوز يعني حسن الميتابوليزم. انذر ستادي كارفيدولول ديكريز الميوكاردال فري فاتي اسيد يوزد تو اسيست باي ذا بي تي، وهنوري التجربه دلوقتي اللي بتثبت ان انا لما يكون عندي هارت فيلير هو ما بياخدش، لو انا خليته ما ياخدش فري فاتي اسيد يبقى احسن ما ياخد جلوكوز. ده عيان عنده هارت فيلير هنديله اثنين ايزوتوبس، يعني حاجات تبقى تدل على الابتيك بتاع الجلوكوز والحاجات بتدل على الابتيك بتاع الفري فاتي اسيدز، ثم نصوره هو قبل ما ياخد الكارفيدولول وبعد ما ياخد الكارفيدولول. لو احنا شفنا في الاول هنلاقي العيان ده بياخد فري فاتي اسيد كتير قوي قوي، بعد ما اديله كارفيدولول هبص الاقي ان الابتيك بتاع الفري فاتي اسيد هنا بدا يقل. هديله حاجة بقى توريني الجلوكوز بيدخل ازاي. الحاجة دي أول ما يبقى الهارت فيلر هتلاقي الجلوكوز بتاعه قليل جدا، أديله كارفيدولول أبص ألاقي الجلوكوز أبتيك بتاعه موجود فيه. إذا في شيفت في الميتابوليزم بتاع الهارت من الفري فاتي أسيد للجلوكوز، ودوت حاجة اسينشال علشان يعمل بروتكشن للريمنت سيلز الموجودة فيها. في بعض دراج ذات انكريز جلوكوز أبتيك زي الأنسولين، بس الخطورة بتاعتها بقى كلنا هتدي الواحد عنده هارت فيلر أنسولين هيقول لك انا ما عنديش سكر، زائد الهايبوغلايسيميك اتاكس ممكن تعمل لي مشاكل. لكن الاستاذ اللي اتعملت على الجلوكوز انسولين بوتاسيوم امبروفد الفانكشن بتاع الهارت وحتى قللت المايكارد انفاركشن في بعض الاستاذز الموجوده فيها. دي حاجه بتورينا ان الول موشن سكور اندكس بيتحسن مع الجلوكوز انسولين بوتاسيوم. طيب الانسولين سنسيتايزر
اللي كان المجموعه بتاع السكر بيتكلموا فيها دلوقتي. الميتفورمين از ان انسولين سنسيتايزر، خلي بالكم. That reduces the risk of new diabetes in patient with high fasting and postprandial plasma glucose concentration. They call it glucose intolerance. لكن despite the call by some authorities as a result of the perceived risk of acidosis, الميتفورمين is and present formally contradicted for heart failure. الغريب من بعد الكلام ده في بعض الكوميتي تاني قالت a large observation study found that in diabetic patient with heart failure, metformin but not sulfonylurea therapy was associated with reduced all-cause mortality. يبقى عندي أنا contradiction ما بين الكلام موجودة فيها، لكن still metformin بيحسن ال diabetes في heart failure. الانسولين سنسيتايزر زي الجلوكاجون لايك بيبتايدز دي بارنترال سنسيتايزر، ولا ان هو بتحسن فانكشن في الكناين وفي الهيومن بينج. طب ايه الدراج بقى ذات انكريز جلوكوز ابتيك زي البيبار اجونست؟ الروزجلوتازون والبايوجلوتازون ار بوتنت انسولين سنسيتايزر ايجنت، ومع ذلك برضه فيها ريستريكشن زي الميتفورمين. لو ان هي بتعمل فلويد اكيوميليشن، عشان كده ما اقدرش ادي العيان اللي عنده هارت فيلير حاجه ممكن تعمل له فلويد اكيوميليشن. الدراج ذات التر الفري فات اسيد اوكسيديشن زي التراي ميتازيدين، وده اعتقد ان ده ليه افكت كبيره جدا جدا. هو البوسيبل فانكشن سيلكت انهبيشن في لونج تشين فاتي اسيدز، الميتوكوندريال بروتكشن، ليسن بروتين برودكشن، البروتون برودكشن، والانثيلير بروتكشن، وهو انتي انجينال. يعني العيان اللي عنده في هارت فيلر المفروض ان انا اضيف له تراي ميتازيدين، لان هو بيحسن الابتيك بتاع الجلوكوز، بالاضافه ان هو بروتكت الميتوكوندريا اللي بتطلع لي ريسبيراتوري انزيمز. ده بيورينا لما اخد الترايميتازيدين الاجكشن فراكشن بيتحسن ازاي قبل وبعد الترايلز الموجوده فيه. الترايميتازيدين في الترايلز اللي هي موجوده كلها لقوا ان هو ينفع في الاسكيميك ليتيفيرال فانكشن، الاسكيميك كارديوميوباسي، نان كارديوميوباسي، وكل الايم بتاعه ان هو او كل الايفكت بتاعه امبروف السيمبتومز، وده حاجه كويسه. امبروف الاكسرسايز توليرانس، الاجكشن فراكشن بتاعه ممكن يزيد 33%. اذا ده واحد من الادويه اللي هي بتعمل لي بروتكشن للسايد بتاع الريسبيرتوري انزيمز، ان اديشن بتحسن الابتيك بتاع الجلوكوز. طيب الدراجز بقى للديكريز الفري فاتي اسيد زي البيرهكسلين، البيرهكسلين طبعا اول ما كان طلع ما كانش طالع ده كان طالع عشان يعالج الانتي انجينال ايجنت، بس برضه السحب او بدا نقول ما ندهوش عشان بيعمل حاجتين، ديمينج ان اكسبلين كيس هيباتيك فيلير ونيفروباثي. لكن لو انتوا قريتوا الاستاديز دي هتلاقوا في الاخر بيقول ان هو لو انا كنترولد الدوز ممكن ادي الدواء ده كاديتيف ثيرابي في الجماعه اللي عندهم هارت فيلير. هل الاكسرسايز؟ احنا الاكسرسايز احنا قلنا ممكن 30 دقيقه في البيت ممكن يبقى اكسرسايز. الاكسرسايز ممكن مع اللايف ستايل موديفيكيشن ممكن ننزل السول 40 والديستول 12، يعني ممكن يكون عيان 160 على 100 باللايف ستايل موديفيكيشن ينزل للنورمال. الان هارت فيلر اكسرسايز ترين ريديوس الانسولين ريزيستنس كونسونت وذ اتس افكت ان ذا انكريز ان ذا سكيليتال اند كاردياك جلوكوز ابتيك، ذا لايكلي ميكانيزم از باي ستيميليشن اوف ذا انكريتين او ترانسبورتر. طب ايه تاملاتنا بعد كده؟ الانسولين سنسيتايزر نوفل ايجنتس ديفلوبد فور ذا تريتمنت اوف دايابيتس اند افكتيف ان اميليوريشن اوف ذا ميتابوليك بروفايل مي اولسو بروفايد افكتيف مانجمنت ان هارت فيلير. لكن الجلوكاجون لايك بيبتايدز انكريتين الهرمونز اللي كان دكتور عباس بيتكلم عليه لو ان هو بيحسن المانجمنت اوف هارت فيلير. لكن هل انا ممكن استخدم هذا الكلام اللي هو انتي دايبيتك في عيان مش دايبيتك عشان يحسن الهارت فيلير؟ ده محتاج كذا كويشن اللي هي انسر ذا فولوينج كويشن. نمبر 1 از ذا اوفر اول بينيفيت اوبزيرفد ديو تو دايركت ميتابوليك افكت اون ذا هارت or the reduction in the cardiovascular risk factors secondary to the better glycemic control and lower plasma fatty acids ولا الاثنين؟ يعني هو النتيجة جت منين بالظبط؟ How can the use of these compounds be extended to non-diabetic patient with heart failure since advanced heart failure is often accompanied by insulin resistance? A substrate modification, further heart failure trials with promising metabolic modulators such as trimetazidine and berhexiline should be limited to the NASL and insulin resistance.
in consideration of the provenance of the well understood chemists, these agents are more likely to more cost effective وخاصة أنها تستخدمها في developing the developed country. يعني لو أنا شفت الكوست بنفيت ألاقي الكوست بنفيت بتاع الأدوية دي في developing country تمشي في developed country تمشي يعني الإفكت بتاعها أكتر من harmful effect بتاع الأدوية. In conclusion, Mr. Chairman, we have come to a long way towards the recognition of the potential of the metabolic therapy in heart failure. Initial clinical observation obtained by the using existing pharmacological compound that effectively altered the cardiac metabolism revealed favorable evidence for the metabolic intervention in the heart failure. The outstanding challenge is to demonstrate in the large scale clinical trials that metabolic modulation can delay the progression of the heart failure and improve survival. ما فيش study دلوقتي بتوري هذا الكلام. Development of the novel compound with high efficiency in the myocardial metabolism and low side effect are urgently needed to advance the practice for the metabolic therapy. Thank you very much. فرانك هارت فيلير وبوست ام اي في عيان دايابيتيك اوريدي، هل افويد شويه الاورال هايبوجلايسيميك وخلينا مع الانسولين ولا ليك راي سيادتك تاني؟ انا افويد لان الهايبوجلايسيميا الهايبوجلايسيميا الديفينيشن بتاعها المفروض ان تبقى لما يبقى البلاد جلوكوز ليفل اقل من 90. الهايبوجلايسيميا الديفينيشن بتاعها جلوكوز اقل من 90. دي لو كانت اول مره. لو جات له ريبيت اتاكس العيان مش هيشعر بيها غير بعد 70. لو جات له ريبيت اتاكس العيان مش هيشعر بيها غير بعد 30 وهو كروشيال ممكن يجي له مايكارديال انفاركشن. فاي حاجه تنزل الجلوكوز اعتقد ان هو تكون ايه جلايسيميك سلايد هايبوجلايسيميك في العيان ده يكون احسن.